لماذا أوقفت بريطانيا أرصدة البنك المركزي اليمني لديها؟ وما هي الاشتراطات التي اشترطتها لفك الحظر على الحسابات؟ وهل ستسمح الرياض وأبو ظبي لرئيس الوزراء الجديد بتحقيق تحسن للوضع الاقتصادي في البلد؟ أهلا بكم في مقابلة مع الشرق الأوسط كشف محافظ البنك المركزي محمد زمام دور بريطانيا المد... المعرقلة لعمل البنك المركزي وتجميد حساباته لديها وقال زمام إن بريطانيا قدمت اشتراطات سياسية لفك الحظر على حسابات الحكومة وعلى الصعيد الداخلي لا زالت عدن تعد بيئة طاردة للنشاط والاستقرار الاقتصادي في الوقت الذي كان يفترض أنها عاصمة, الش... عاصمة الشرعية وقلعتها الاقتصادية أصدر الرئيس هادي قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ولم يوفر له اسباب النجاح الاقتصاديه والامنيه، حيث دخلت عدن مربع الصراع الداخلي بدعم من التحالف، واصبحت بيئه طارده للنشاط التجاري وللمنظمات الدوليه والماليه، فهل ستتدارك الشرعيه الانهيار الاقتصادي الحاصل؟ ام انها تغرد خارج السرب كما تعودنا منها في السابق. كشف محافظ البنك المركزي محمد زمام أن بريطانيا منعت البنك المركزي من استخدام أمواله الموجودة في بنك انجلترا، رغم أن هذه الأموال هي ملك اليمن، وأن بريطانيا قدمت مجموعة اشتراطات سياسية لفك الحظر، الأمر الذي استنكره المحافظ. المحافظ أضاف أن مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث قدم ورقة مقترحة للبنك، خرجت على كل الترتيبات المتخذة، وطرحت نقاطا تتنافى مع قانون البنك المركزي واستقلاليته. يبرز الملف الاقتصادي للواجهة كأولوية عجزت الحكومة خلال السنوات الماضية في المحافظة على الحد الأدنى من استقراره انهيار الريال وصل إلى حد 800 ريال خلال الأسابيع الماضية قبل أن يتعافى قليلاً إبان وصول معين عبد الملك إلى رئاسة الوزارة وإلائه الملف الاقتصادي أول أولوياته على طاولة الحكومة موارد الدوله هي الحلقه المفقوده في الدائره الاقتصاديه للبلد فكيف يمكن ان تقوم الحكومه بمهامها الماليه وهي لا تمتلك السياده على الموارد الرئيسيه للدوله كالنفط والغاز وموارد الموانئ والمنافذ البريه اذ تسيطر على هذه الموارد دوله السعوديه والامارات وتمنعان الحكومه من تحصيل واداره مواردها الاستراتيجيه اللجنه الاقتصاديه التي شكلها رئيس الجمهوريه قبل اشهر لم تحقق اي نجاحات تساهم في خلق تحسن في الوضع الاقتصادي بل على العكس استمر تدهور الاقتصاد واستمرت الايادي المستفيده في العبث بمصالح الناس لصالح مستفيدين في الشرعيه والانقلاب كما كشف تقرير مركز صنعاء الاخير العاصمه عدن التي يفترض انها مقر المركز المالي للشرعيه لم يرد لها ان تكون كذلك وذهب حكامها لنشر الفوضى الامنيه فيها وتمكين الميليشيات على حساب الدوله. عدن العاصمه تعيش اليوم وضعا امنيا لا يحسد عليه، وهي الواقعه بين قوتين تتصارعان على فرض النفوذ. تتسع عدن للبلاطجه والميليشيات وتضيق برجال الدوله وقياده الشرعيه، وهو وضع مختل من اخراج وتنفيذ الرياض وابو ظبي اصحاب الكلمه العليا والوحيده في عدن وكل البلاد. اذن مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه سيكون معي الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي اليمني مساء الخير دكتور محمد مساء النور وسرور شكرا على الاستضافه اهلا وسهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقه والتي نناقش فيها الوضع الاقتصادي واود منك بدايه ان تقرا لي الوضع الاقتصادي في اليمن الوضع الاقتصادي في اليمن يمكن ان يلخص باننا في اليمن في اصعب اللحظات الاقتصاديه نحن الان بين الركام ولكي تتضح الصوره انا ممكن اصور الوضع انه في عام تسعين بنى لنا علي عبد الله صالح الله يرحمه وعلي سالم البيض ما اسميها عماره علي. هذه العماره مكونه من 22 دور ولكن كان البناء بشكل سيء وبالتالي كانت ضعيف. آيلة بالضبط الأساس ضعيف والوضع لا يعني 22 البيئة دور ما الذي تقصد 22 محافظة وهذه العمارة كانت آيلة للسقوط ففي مؤتمر الحوار وبعد الثورة تم ترتيب الانتقال من هذه العمارة إلى فيلا عبد رب يعني الأغالي وكان يمكن أن تتم هذه العملية بصورة تدريجية وبصورة منظمة ولكن جاء الحوثي بجنان ما ادري كيف اسميها وهد العماره على ساكنها الان نحن العماره مهدوده والفلل حتى الان لم تبنى وبالتالي نحن بين الحطام. وضعنا الاقتصادي آه صعب للغايه. نحن اقتصادنا آه من الاساس هو اقتصاد نعم هش يسمى هش اقتصاد سيء. نحن فعليا كنا نعتمد على المغتربين بنسبة عالية جدا ونعتمد على صادرات النفط والغاز ونعتمد على بعض الصادرات الأخرى مثل الأسماك والخضار والفواكه والعسل وغيره وهذه كلها معظمها تذهب أو أما المغتربين تأتي عائداتهم من المملكة العربية السعودية والصادرات أيضا تذهب إلى هناك ف نتيجة للحرب نتيجة للوضع الدمار اللي نحن فيه توقفت كل هذه وك... ولم يتبقى لليمن من مصدر للعملة الصعبة إلا من المغتربين وبعض الصادرات البسيطة من النفط وبعض وبعض الصادرات الأخرى و... ولهذا انخفضت من ميزان المدفوعات من 13 مليار دولار إلى ما يقارب 6 إلى 7 مليار دولار هذا الانخفاض طبعا تسبب في تأثر كبير بحجم المعروض من العملة الصعبة ولذلك أصبحت العملة المحلية تجري وراء عدد كبير أو كتلة كبيرة من العملة المحلية تجري وراء كتلة تتناقص من الدولة. الموارد تضخم تقريبا وبالتالي ارتفعت الاسعار وهذا كان جزء السبب الاساسي كمان انه كان لدينا دين عام ضخم هذا الدين وصل الى 5 تريليون و700 مليار هذا الدين كان ريال. يساوي ريال هذا الدين كان يساوي حينها بسعر 215 26 مليار دولار ونتيجه لهبوط سعر العمله وهذا اليه اقتصاديه تتم بشكل اوتوماتيكي فقد هبط هذا الدين العام طبعا هذا جانب ايجابي لهبوط العمله ولكنه كان على حساب الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع العام بشكل نحن الان في وضع صعب للغايه ولكن انا اقول انه الامور تسير في نفس الاتجاه الذي تم رسمه في مؤتمر الحوار الوطني كان يمكن ان لكن في ظل الحرب كان يمكن ان يتم بشكل تدريجي وبشكل سلمي لكن الحوثي فرضه نحن الان اقليم حضرموت تقريبا باقي له السقف اقليم عدن نفس الحكايه باقي السقف اقليم يعني تعز يعني وضعت الاساسات وان شاء الله يعني لكن يتطور. لا اعتقد ان ان شاء الله تحرير الحديده القريب سوف يؤدي الى تهيئه او حفر اساسات اقليم تهامه لا لكن اسمح, اسمح لي دكتور عند هذا النقطة، لا أعتقد أن مؤتمر الحوار أراد أن يقسم البلد إلى أقاليم يعني غير متجانسة، أقاليم طاردة لبعضها البعض، ما يحدث الآن أن كما تقول إقليم جاهز يبقى له سقف ولكنه لا يتقبل أي إقليم آخر ولا يعمل تحت إطار الأقاليم أصلاً، يعني يعمل كقطاع منفصل خاص بذاته. لا هو الآن الـ 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 نحن نريد دولة اتحادية حقيقية. يعني اتحاد بين اقاليم حقيقيه مش اتحاد على طريقه فلان او على طريقه اخر بحيث يكون دوله مركزيه اما تكون عاصمتها صنعاء ولا عاصمتها عدن ونستبدل مثلا علي عبد الله صالح بعلي محسن ولا باي شكل لا نحن نريد دوله حقيقيه دوله اتحاديه حقيقيه هذه الدوله الاتحاديه يجب ان تستوعب اقليم حضرموت بتنوعه اقليم عدن بتنوعه بما فيها الانتقالي اقليم ازال بما التنوع بما فيها الحوثيين وكل الاقاليم واقليم تعز او اقليم الجند بوجود الاصلاح وبوجود الناصريين وبوجود البعثيين وهكذا يعني الاتحاد سيكون يعني اتحاد دوله اتحاديه حقيقيه ما يوحد هذه الدوله هو اولا البنك المركزي بيكون واحد لا يستطيع اي اقليم ان ينفصل أنا أريد أن أطمنكم أنه لا يستطيع لا الجنوب أن ينفصل ولا إقليم عدن ينفصل، وإذا أرادوا الانفصال يمكن يتم طردهم من الدولة الاتحادية، وسوف يعني يتعبون تعب شديد لأنه إيراداتهم لا تستطيع أن تغطي نفقاتهم، وبالتالي لا يستطيع، نحن الآن قلت لك جربنا المنتج المحلي الذي بناه علي عبد الله صالح الله يرحمه وعلي سالم البيض الله يشفيه ويطول عمره هذه المنتج المحلي فشل، نحن الان نبني مشروع دوله اتحاديه يعني بالخبرات الدوليه، الان مشرفه على هذا المشروع الجديد على اليمن الجديد، العالم كله مشرف. مجموعه الخبراء المعينين من البنك الدولي ومن العالم هل كله. هل, هل يعني وجود هؤلاء الخبراء كون اليمن تقع تحت البند السابع؟ في القرار 2241 كان من ضمن هذا القرار تشكيل لجنة خبراء لتسيير دفة الأمور وبعد أن جاء الحوثي وأعلن الحرب واجتاح المناطق بكل طبيعة الأمور لا تأتي لا تسير بشكل عشوائي بل تتم وممكن ملاحظة ذلك في في أماكن كثيرة ممكن ملاحظة ذلك في إيقاف جبهه النهم ممكن ملاحظه ذلك في ايقاف تحريك جبهة عدم تحرير تعز تحرير تعز وممكن في تحريك اللي في الحديدة. الحديده ايقاف الحديده يعني المجتمع الدولي الان يشرف اشراف مباشر لانه اليمن اي تزعزع للاستقرار في اليمن هو سوف يؤدي الى زعزعه الاقتصاد العالمي بشكل عام موقع اليمن الاستراتيجي في المنطقة والموقع اليمن الاستراتيجي في العالم مهم جداً إلى درجة أنه لا يمكن أن يسمح بهذا وبالذات أنه اليمن سار مسار يعني كان المجتمع الدولي مشرف إشراف مباشر مجلس الأمن الدولي جاء للاجتماع في صنعاء وهذا لم يحصل على الإطلاق أشرف المجتمع الدولي بالدول العشر وكذلك مجموعه اصدقاء اليمن 18 على مؤتمر الحوار اشراف كامل اتفقنا في مؤتمر الحوار الوطني نحن الان ننفذ او يتم الان تنفيذ مخرجات الحوار ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار ما فرضه علينا الحوثي لا. هذا طبعا جانب سياسي يعني لكنه مرتبط بشكل مرتبط او باخر بشكلها. بالاقتصاد الطبيعي لكن يعني بعد أن ربما اخذنا من وجهه نظرك صوره عامه لما يحدث في البلد اقتصاديا دعنا ندخل في بعض التفاصيل وربما اخرها اتهام محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام لبريطانيا بعرقله عمل البنك وان هناك اشتراطات سياسيه مقابل اعاده فتح حسابات اليمن المجمده. قبل ان نتحدث عن هذه الاشتراطات السياسيه، اود منك ان تشرح لي وللساده المشاهدين فهم مساله الحسابات البنكيه بين اليمن وبقيه الدول كبريطانيا وامريكا وغيرها. كان البنك المركزي موجود في صنعاء وكان يمتلك احتياطي خاص بالبنك المركزي 4 مليار و600 مليون. واحتياطي مع الجهاز المصرفي في حدود 5 مليار او يعني الاجمالي 5 مليار و200 مليون دولار عندما قامت الحرب وانتقل الرئيس للمملكه العربيه السعوديه كان يفترض حينها ان يتم تطبيق او تجميد هذه الحسابات حتى لا يستخدمها ال مليار ليست كلها كانت موجوده في الداخل لا كلها غير موجوده في الداخل كلها غير موجوده في الداخل كل البنوك تضع احتياطاتها في الخارج في حاله يعني تحويل يتم بشيك يعني والتحويل من هذا البنك الى صالح المستفيد ال 4 مليار و600 مليون اللي كانت ملك البنك المركزي اي ملك البنك المركزي بشكل مباشر لم يتم تجميدها وكانت من الاخطاء التي ارتكبتها الشرعيه لما لم يتم تجميدها في حين آه ربنا يعني هي الممول الاساسي للي للي انا في اعتقد كان هذا الموضوع طرح بشكل قوي جدا نعم والرئيس عبد ربه منصور هادي ربنا يشفيه ويطول عمره ويعطيه الصحه آه اعطى توجيه وانا اعرف ذا الكلام ولكن حينها كان بحاح رئيسا للوزراء رفض مناقشة الموضوع حتى في مجلس الوزراء وتم وضع او مناقشة الموضوع مرة اخرى في مجلس المستشارين يعني انه حالة دون تجميدها وترك وتركها لقمة سائغة للحوثيين تركت تحت معنى الهدنة الاقتصادية كانت هذه الهدنة الاقتصاديه لمصلحه الحوثي وكانت خطا فادح ولو تم تجميد في حينه هذا المبلغ لتم تم الاستفاده منه طيب يعني هي في في هي من بدايه الهدنة الاقتصاديه ظهرت يعني عيوبها او اخطائها بالنسبه لهذا الاحتياطي وكان يتم سحب الاحتياطي وكان الجميع يتحدث عن ذلك لما لم يتم توقيف هذه الهدنة الاقتصاديه وحسم مساله تجميد كان ينظر اليها من منظور من منظور انساني يعني انه آه نحن في حرب ولكن حتى لا يتاثر بشكل كبير المجتمع والمواطنين نتركها هناك ابن همام كان الناس فيه بثقة غير عاديه لكن بن همام كان واقع تحت ضغط آه الحوثي وكان من الصعب عليه كان يحول مثلا 25 يعني المبالغ التي تحول للرواتب للجيش كان يتم تحويلها للجيش المسيطر عليه من قبل الحوثي آه وكانت يتم تمويل الجهاز الاداري الذي يعمل فيه الحوثي واوامر من الحوثي وكانت يتم السحب ايضا للاحتفالات وللحوثي وكان تحت سلطه الحوثي فتم تبديد هذا المبلغ وزائدا تم سحب حوالي 630 مليار ريال يمني اوراق نقديه كانت احتياطيه موجوده تم سحبها وتم نقلها الى اماكن اخرى وتم ايضا التصرف بها بشكل او باخر كم تبقى من هذا؟ تبقى من هذا المبلغ حسب علمي أه. 729 مليون دولار كارف. لحقها لحقها الدكتور احمد عبيد بن دغر وقام بتجميدها حسب اعتقادي في اي في اي ربنا. اول ما تم تعيينه قام بتجميدها ارسل رسائل الى كل المواقع وكذلك قام بتجميد ما يخص اليمن وما يخص الاتصالات آه التي كان يمن يحصل عليها من المملكة العربية السعودية وهي في حدود 350 مليون دولار سنويا ولها فترة مجمدة والآن أعتقد أنها أنا ليس لدي علم أنه تم الصرف منها لكنها الآن في حدود 2 مليار دولار هذه هي مستحقات الاتصالات وهي تقريبا في معظمها موجوده لدى المملكه العربيه السعوديه ويمكن ان تفيدنا في المستقبل ان شاء الله. نعم اذا يعني في حين وجود 2 مليار دولار يتم الحديث عن 200 مليون دولار كمنحه، لما لا يتم صرف هذه الاثنين مليار وكفى الله المؤمنين شر السؤال. نحن الان لا نزال في حاله حرب وكان هناك برنامج التعافي وبرنامج اعاده الاعمار وكان تم وضعه من قبل خبراء من البنك الدولي ومن قبل صندوق النقد الدولي خبراء وايضا خبراء دوليين هذا البرنامج فيه 6 مليار و800 مليون حسب ما ذكر هذا للتعافي منها في حدود 2 مليار تقريبا و400 للرواتب الموظفين المنقطعه المستحقات الرواتب المنقطعه لانه اذا تم الان دفع الرواتب دون ان يكون هناك غطاء لها يعني من العملات الاجنبيه سوف تنهار العمله وبالتالي مم. كان مخصص لها تقريبا 2 مليار و400 والان بتطلب اكثر او الرقم اقل او اكثر لا اذكره بالضبط وكان ايضا ل... للتعافي بشكل عام 6 مليار و800 مليون كان يفترض ان تبدا بدايه عام 2017 مم. لكن لاسباب سياسيه ولدواعي الحرب تم تاجيل هذا البرنامج برنامج التعافي وبرنامج اعاده الاعمار كان مخصص له 10 مليار و200 مليون الان و... ربما التعافي سيحتاج مبلغ اكبر, أكبر والاعمار وال... ايضا مبلغ بكل تاكيد هذا طيب يعني اذا هذه هذا المبلغ الذي ذكرته 729 مليون دولار الذي تم تجميده جزء منه في بريطانيا أليس كذلك؟ نعم امريكا نعم, و... نعم. هل... هو كان هل... في, هل... في الخزانه زلت... الامريكيه وفي نعم. بريطانيا وفي البنك الاوروبي وفي بنوك هل رفع الحظر عنها ام ما زالت مجمده؟ اعتقد معظم البنوك بعد يعني جهود بذلها زمام وقبله منصر وقبل وايضا العلاقات الخارجيه اللي هو العبادي بذلوا جهود يعني كويسه ويشكرون عليها وتقريبا كل هذه الاحتياطيات اعطيت ضوء اخضر بانه ممكن السحب منها. ما يجرى الان من بريطانيا هو وسيله ضغط سياسيه الهدف منها هو تنفيذ بعض المطالب السياسيه ما هي هذا المطالب السياسيه المطالب بكل بساطه ايقاف الحرب في الحديده انا اتوقع هذا طبعا انا مش معلومه دي ولكن واضح الان بريطانيا وامريكا وكثير من اعضاء مجلس الامن بما فيهم حتى روسيا يعتقدون بانه ان الاوان لايقاف الحرب في ال في الحديده وانه يفترض الحديده ان تكون لا يستولي عليها الشرعيه بشكل كامل وانما تكون تابعه للامم المتحده وهكذا يعني هناك مخطط سياسي معين يريدوا فرضه وخاصه بعد ان عرف الحوثي وشعر انه ستسقط الحديده من, من ايديهم وبالتالي هم هون الان لن يخسروا شيء هي عمليا سقطت بيد الشرعيه ولكنهم سوف يقولون الان نحن تنازلنا عن الحديده وانسحبنا منها لصالح الامم المتحده حتى يستفيدوا من هذا الوضع. تاتي الان الضغوطات اللي على المملكه العربيه السعوديه بسبب قضيه خاشقجي تاتي الضغوطات الاخرى الان التي يتم تداولها على الامارات من يعني خلال ايقاف صفقات الاسلحه وايضا على المملكه العربيه السعوديه كلها بهدف تثبيت الوضع الحالي اعتقادا بانه الوضع الحالي نحن وصلنا الى حفر اساسات الاقاليم وانه يجب ان يبقى الحوثي في اقليم ازال وهو الحاكم لاقليم ازال لانه هو الاكثر المؤهل للضبط الامن ومحاربه الارهاب والى اخره وباعتباره اقليه وهذا الكلام السياسي اللي هو متداول معروف وهذه كلها ضغوطات وانا اتوقع انه ليست بريطانيا فقط كم هل تعرف كم المبلغ الذي تم تجميده في هو بريطانيا؟ هو يعني ما هذا من اسرار البنك المركزي مه. وحتى لو اعرف ما بقدر اقول طيب يعني فقط بريطانيا هي المحتفظه بهذا الاموال بهذه الاموال المجمده؟ في كثير من البنوك مه. استفادت من من موضوع الحرب في اليمن وموضوع عدم وجود يعني بنك مركزي موحد ومن موعد من الدربكه اللي حصلت ومن الحصار الاقتصادي ومن الحصار ال... ومن قرار مجلس الامن تحت الفصل السابع واستفادت يعني اي بنك يعني توجد لديه مبلغ معين ومن مصلحته ان يبقى هذا البنك هذا المبلغ في البنك <applause> وبالتالي يستفيد من اي ثغره من الثغرات السياسيه ومن الثغرات الاداريه او ممكن يتعذر مثلا انه التوقيعات اللي معنا هي توقيعات فلان وفلان والتوقيعات الجديده نحن لم تصلنا بشكل يعني او ممكن ان يتعذروا هم دائما يتعذروا في بموضوع غسيل الاموال ولمكافحه غسيل الاموال ومكافحه تمويل الارهاب. وهذه القضيتين يعني من الصعب على البنك المركزي ان يضبطها بشكل كافي لانه وضعه المالي لا يسمح وضعه الاداري لا يسمح هناك معظم البنوك موجوده في صنعاء ولا يوجد في عدن الا البنك الاهلي اليمني وكذلك الان اعتقد بنك التضامن نقل مقره الرئيسي واعتقد بنك اليمن الدولي انه انتقل او في طريقه للانتقال وبالتالي سلطه البنك المركزي يعني هي موجوده عمليا في المناطق المحرره وليس كل المناطق المحرره حتى مثلا المعرب هي خارج سلطه البنك المركزي وايضا اجزاء من في حضرموت وخارج سلطه البنك المركزي لا. البنك المركزي بدأ من الصفر بطاقم إداري جديد بخبرات يعني تقريبا معدومة ولو أنه استفاد من الطاقم الإداري الموجود في البنك المركزي في صنعاء كان بالأمور ستكون أسهل وكان سيكتشف على الأقل حتى على المستندات الاوراق المستندات والاوراق إيه؟ والوثائق والحسابات وين هي وين موجوده والى اخره <applause> طيب آه ثم التصريح لزمام آه قال فيه فريق المبعوث الامم جريفيث سلم المركزي اليمني البنك المركزي اليمني ورقه تتنافى مع استقلاليه البنك وقوانينه هل لديك معلومات حول ذلك؟ شيء طبيعي انه يعني المبعوث الاممي يحاول الضغط على الشرعيه على الحكومه على البنك المركزي بوسائل متعدده هذه الضغوطات ممكن تكون ضغوطات عسكرية من خلال إيقاف التموين بالوقود من خلال ضغوطات عسكرية لعدم مد بالسلاح وأيضا ضغوطات اقتصادية وأسهل الضغوطات الاقتصادية وأصعبها وأقساها هي الضغوطات المالية التي يمكن التحكم بها من مركز واحد اللي هو الخزانة الأمريكية أو البنك الأوروبي أو البنك في بريطانيا الضغوطات المالية هي أصعب الضغوطات التي عانى منها البنوك الجهاز المصرفي وعانى منها اليمن وكل هذه الضغوطات المالية هي لأهداف سياسية بالاستفادة من قرارات مجلس الأمن وخاصة أنه قرار مجلس الأمن 22-16 هو حصار كامل لليمن لم يكن في هذا القرار الحصار للحوثي يعني الان قرار من مجلس الامن 22 16 اصبح نوع من شكل من اشكال القيود على المناطق المحرره وهو الذي يعاق تصدير النفط او بسببه او بواسطته او بعذره يتم يعني عرقله التصدير ويتم الضغوط وتتم الضغوطات الاقتصاديه. نعم. اذا اسمح لنا دكتور محمد أن والساده المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. اهلا بكم مشاهدينا الكرام وجد الترحيب بك دكتور محمد اذا دكتور محمد يعني بعد ان وضعتنا في هذه الصوره للوضع الاقتصادي يعني يرى الكثير ان الشرعيه والتحالف لم يكونا بقدر المسؤوليه حين حدث الانهيار الاقتصادي للبلد هناك مجاعه هناك وضع انساني سيء وايضا تدهور الريال الذي سبب بارتفاع الاسعار بايضا انقطاع الرواتب الناس لا يجدون ما ياكلون ومع ذلك زيادة في الأسعار يعني أه وجدوا أن الشرعية لم تكن بمستوى المسؤولية التي يعني أه هي يفترض أن تكون على عاتقهم تجاه هذا الانهيار الحاصل ما رأيك؟ أنا لا أتفق تماما مع هذا التوصيف لو اعتبرنا الشرعية هي الرئيس عبد ربه منصور هادي فأعتقد أنه يمكن الكثيرين لا يعرفون أن الرئيس أه هرب من عدن الى عمان والى السعوديه وهو لا يملك شيء ولا لديه اي شيء والمملكه العربيه السعوديه لا تعطي شيك اول ما يصل الانسان طبيعي. على بياض بل انه وصل الامر الى انه يسلف من بعض التجار يعني اريد ان اقول انه نحن نحمل الشرعيه فوق طاقتها هذا هو ما كانت يمكن ان ان, أن تعمله ولكن كان يمكن ان يتم بناء جهاز اداري للحكومه سريع ويتم بناء جهاز اداري يعني للبنك المركزي. أربع المركز سنوات دكتور يعني لم يتم بناء هذا الجهاز الاداري، هذا حتى على مستوى الدولة. هو يعني السعودية هو تتحدث عن 16 مليار دولار قدمت للدولة ما بين مساعدات، ما بين رواتب، ما بين إعمار، ما بين أينها؟ أين هذه المبالغ كلها في في ظل هذه ما ما عنديش معلومات عنها، هي جزء منها طبعاً هي تغذية الآن هم يعملون الآن تغذية لثمانية مليون يمني. وانا اقول انه في هذا الجانب في فساد موجود ومحسوب على اليمن. يعني وهذا ليس موضوعنا مشان لا ندخل في مشكله مع مع الجيران. الوضع اللي كان اللي كان ممكن ان يعمل هو انه يتم بناء جهاز اداري واليات للحكومه وايضا للبنك المركزي، ولكن اقول لك بكل صراحه هناك محذور وخوف من انه بناء الجهاز الاداري للحكومه في عدن سوف يؤدي الى الانفصال. وهذه هي المشكله الاساسيه التي ممكن ان تتحول الى قضيه سياسيه وهذا كان معرقل لماذا لا بد من بنائه في عدن يعني لأن لأن في العاصمه في عدن؟, عدن فاذا قمت ببناء جهاز اداري كامل جبت امانه عامه للمجلس الوزراء مكونه من ألف موظف بعدين ايش بتوديهم لما لو نقلت العاصمه يعني بقى يفرضوا هؤلاء مصالحهم هل يعني هل افهم من كلامك يعني كان المحذور كان المحذور كان المحظور السياسي خوفاً من, خوفا من ان يتم يعني انصار وهذا كان وكنا نقول لهم دائما انه هذا محظور غير صحيح لماذا لا تبنون جهاز اداري وفي البنك المركزي وجهاز اداري في في هذا الجهاز الاداري سوف يكون هو جهاز الاداري لاداره الاقليم بعد ذلك يعني لا يجب ان يكون كبير بشكل كبير ولكن بشكل معقول بحيث انه يتحول عند الانتقال الى الاقاليم كانت ستة أو كانت أربعة أو كانت حتى اثنين هذه الأقاليم في الأخير اسمح لي دكتور يعني هذه مخاوف يعني هامشية لا ترقى لمستوى المأساة الإنسانية الحاصلة ولا الاقتصادية يعني لن يقتنع المواطن الجائع بمثل هذا السبب يعني خشية الانفصال لم يكن هذا اللي كان هذا الواقع هذا الواقع بالمناسبة العراق انهارت عملته أكثر من خمسين مرة مصر انهارت عملتها مرتين ونص وما فيش عندهم حرب سوريا انهارت عملتها عشرة أضعاف عشر كانت خمسين ليرة الآن خمسمية اليمن انهارت ثلاث يعني نحن الآن عادل ما شفنا من اليمن إلا أذونه بس يعني هل يعني هل ننتظر يعني يعني أن نشوف الجمل كامل؟ لا, 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 أنا أقول أنه لولا الإشراف الدولي والمعونات من المملكة العربية عشر وال16 مليار ليرة أس عنها نعم لكانت الوضع اسوا بكثير بالاضافه الى انه الوضع الاقتصادي لليمن هش هذا هذا بالتاكيد يعني انا لا ابرر للحكومه طيب أضعفها. طيب ان ان تقول لا تتفق مع كلامي في ولكن هذه الحقيقه هذه الامانه انت تقول لا تتفق مع كلامي في البدايه ان, آه أن الناس آه يرون ان الحكومه لم تكن بمستوى الحدث الانساني الاقتصادي الكبير اذا دعنا نتحدث عن نقاط قل لي منذ ان انهار الاقتصاد ما الذي قامت به الحكومه ما يجده المواطن أنها تتفرج فقط هل هناك ما تقوم به الحكومة لا نراه ولا نعلم به الحكومة يكفي أنا أعتبرها من أهم إنجازاتها أنا أتكلم عن حكومة الدكتور أحمد عبيد من دغر إنها يعني أوقفت إنها, إنها وصل التدهور إلى ثلاثة أضعاف هذا إنجاز كبير جدا في تركيا كان الدولار ب مليون ونص وما فيش كان في غلغله وحرب نحن وقلت لك قبل انه لدينا كان دين عام داخلي 5 تريليون و700 مليار واعتبر انه من الانجازات الكبيره للحكومه انها لم توصل هذا الدين الى ضعفين او ثلاثه او اربعه، وصل الان الى 9 مليار تقريبا و300 9 تريليون و300 مليار لكنه بالدولار الانخفاض بشكل كبير جدا. الحكومه في تقصير وتقصير شديد. نعم <applause> اسمح لي يعني ولكن مساله لا. مسألة, لا. مساله ايقاف انها لم تسمح للدولار الا بالإنهي يعني بالريال اليمني انهار ثلاث اضعاف هذه ليست اجابه هذه يعني لفه اقتصاديه لا وقدرها لفة لك أقتصادية. لكن انا اريد ان تحدثني عن اجراءات حقيقيه ومعالجات قامت بها الدوله، يعني حين ينهار الـ الـ الريال فجاه ويتدهور ويتدهور خلال يومين بطريقه مرعبه لم نجد يعني اي اي تحرك حقيقي أنا يعني حتى على مستوى بيان لم يصدر بيان انا اقول لك الان ان الحكومه الحكومة اليمنيه عاجزه عن يعني ايقاف التدهور الاقتصادي، لماذا؟ لانه لدينا نحن في وضع حرب وحتى الوضع الاقتصادي يتم استخدامه في الحرب وهذا في جميع انحاء العالم ويجب ان نعرف انه صادراتنا هي للمملكه العربيه السعوديه معظم الدخل الذي ياتي من المغتربين حوالي 5 مليار هي تأتي من المملكة العربية السعودية يعني نحن اقتصادنا حالة حرب إذا نحن في, في حالة, حالة حرب ومسؤول عننا ذلك. المملكة العربية السعودية ومع ذلك. نحن الآن تمام. في ذمة المملكة العربية طيب. السعودية طيب. هنا يعني في نهاية الأمر آه. آه ال الذي أن كل راعي مسؤول عن آه رعيته لن يحاسب الله السعودية سيحاسب آه ال الذي قال أنا رئيس هذه الدولة عموماً آه قلت أننا في وضع حرب لما لم تعتمد آلية دارة البلد كوضع حرب؟ تشكيل حكومه حكومه حرب اعلان سياسه تقشف تبدا من الكبير وليس العكس المواطن هو من عاش حال حياه التقشف وهم عاشوا حاله تضخم مالي تعرفه تماما الفساد الحاصل لم ايضا يعني يتم يعني أثقلت البلد بحكومة مترهلة لم تحصل في في أغنى الدول أن يكون لهذه الحكومة كل كل هذه الوزارات وكل هؤلاء الوزراء وكل هؤلاء, هؤلاء الوكلاء وكل هؤلاء المنعمون ورواتبهم بالدولارات فيما يستلم لا يستلم شيئا الموظف الآن يعني هناك يعني لمسات بسيطة ربما كان يمكن للمواطن أن يقول فعلا الحكومة وقفت معنا في أزمتنا أنا أقول أنه التركيبة السياسية للحكومة كانت تعيق يعني وهي إلى الآن تعيق تقليصها بحيث أن تكون حكومة حرب بصعوبة تم تأليف الحكومة وتوازنات السياسية اللي موجودة فيها هناك خوف أقول لك بكل صراحة أنه نحن عادة في اليمن نعرف إذا تم تغيير عيدروس من محافظ الى سفير رجع يطالب بالانفصال. واذا تم تغيير وزير تتحول المشكلات الاداريه الى مشكلات سياسيه. هذا التخوف من التوازنات السياسيه، نحن لدينا في اليمن توازنات سياسيه هذا صعبه. فشل في, في اختيار الوطنيين لا, لا التوازنات صعبه ما لن, لليمن يستطيع. وليس لن يستطيع لن يستطيع اي رئيس ولا اي رئيس وزراء ان يتجاوز التوازنات السياسيه. يعني أصحاب تعز إذا ما تعطيهم وزراء كانوا معاهم 11 عشر وزير في حكومة بازندوا كانوا ساكتين لما تنقص عليهم اثنين بيروحوا يخرجوا لك مظاهرات الإصلاح طيب بيزعل اللي مش من بيزعل التوازنات السياسية التوازنات, هي اللي خربت التوازنات البلد. السياسية والتوازنات اننا نبحث نبحث عن رضا نحن رضل الآن. الأحزاب ولا نبحث عن الكفاءات دكتور في ظل الدولة المركزية في ظل الدولة المركزية أنت تعاني من هذه المشكلة لكن إذا تم الوضع إلى وضع الأقاليم فيكون هناك حدود هذا التغيير الاقليم يعني كده. اسمح لي نعم هذه التوازنات السياسيه ايضا لا اظن انها تندرج في ظل كل هذا الترهل الوظيفي الحاصل زوج بنت فلان آه يتم توظيفه هذا هذا مش عارف آه آه هذا يتم توظيفه فساد يعني نعم مؤكد فساد, فساد يعني, نعم يعني واضح هذا هذ هذ يعني ربما مرفوض نتحدث ويفترض ان يتم تغييره والمسؤول يعني كا كان يمكن لأجل, لاجل هذه التوازنات ان يتم اختيار من خمسه الى سبعه يمثلون كل هذه التيارات ويديرهم البلد في وضع الحرب ولكن دعني من هذه النقطه بالمناسبه المنسبة المنسبة انا مشان ما انا استلم راتبي بالريال اليمني انا ما أستلمش <applause> بالدولار وانا انا يعني كنت في الداخل يعني انت لست نعم لكن الان نتحدث عن لكن الحكومه اقول لك انا كنت موجود عندهم واعرف تماما الحكومه الوزير يستلم راتبه بالدولار يمكن سبعه او ثمانيه الف دولار هو لا يستلم شيء ثاني هو ليس يعني هو نفقات كل شيء منها وهو يعين أنا أقول لك يعني حقيقة شان للأمانة لما كانوا في الرياض يعني من الصعب انك تبني جهاز اداري للحكومه في الرياض، فكان كل واحد بيعين ابنه على اساس يساعده، وفي نفس اللحظه فرصه انه طيب ان خلينا من هذه النقطه ننتقل الى النقطه الثانيه اللي يعني التي قلت نحن في, في ذمه يعني السعوديه، السعوديه للاسف طيب. الشديد التي اصبحت نحن في ذمه المملكه العربيه <سؤ <lee> <سؤ السعوديه طيب دكتور يعني, على من مستوى انا قلت لك من البدايه ان العماره انهارت والفلل حتى الان لم تبني، نحن الان في الشارع، نحن الان نشحت هذا ربما هذا هو ونحن الآن في ذمة المملكة ف... العربية السعودية المملكة العربية السعودية التي نعد في ذمتها 27 مليون وحكومة مترحلة أضف إلى ذلك يعني لم تقم باجراءات حقيقيه حتى على الاقل يتم التخفيف من كاهلها امام الناس وامام العالم وامام ميزانيتها التي تهدر في صواريخ لم تعد حتى تضرب الا الا المساكين هنا وهناك انا اقول و ان المملكه العربيه السعوديه عملت يعني بقدر ما تستطيع ولكن هي اخطات انا اقول هكذا ونعتب عليها ونعلنها انها واضحه انه كان التعامل مع المغتربين اليمني كانت جدًا يعني. كان جدًا لإنه كلما طردت مغتربين كلما زادت الأعباء عليها وسوف يضغط العالم كله من أجل أن تلبي والمجاعة في اليمن سوف تتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام العالم وأمام الشعب وأمام وسوف يتحولون هؤلاء الجوعة إلى جيوش ضدها وسوف تكون يعني آثارها سلبية للغاية وسوف تفشل في الحرب في اليمن نعم. بسبب يعني المجاعة إذا حصلت. كان يفترض بطريقة بدلاً لا. من أن تعطى مثلاً مساعدات و و و كان ايش تسهل الأمور للمغتربين وبالتالي المغتربين الذي يعملوا في المملكة العربية السعودية والتسهيلات عليهم سوف تخفف على المملكة العربية السعودية من الأعباء المالية التي تدفعها في حرب اليمن والتي أيضاً ممكن أن تؤدي إذا زاد تطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها أنا أؤكد لك أنه سوف يتم حصول مجاعه في اليمن بعد ايقاف الحرب بيخطو بيخطو حتى لو تم ايقاف يتم تطبيقها الدكتور لانه لا يوجد دعني الان مصدر لا يوجد مصدر الان لليمن مصدر يعني يتم بدون فساد نعم. ويصل مباشره الى الاسر ويصل مباشره الى الناس المحتاجين الا عبر المغتربين وتحويلات المغتربين وهي افضل وسيله لمنع المجاعه في اليمن نعم اذا دعني سبيد من خبرتك دكتور كونك يعني خبير اقتصادي ايضا أن يعني ما هي الاجراءات التي يفترض ان يعني تقوم بها الحكومه والتحالف ايضا للتخفيف من هذا الانهيار الاقتصادي وبدايه بناء الدوله ان فعلا كان هناك اراده حقيقيه لبنائها بكل سهوله يستطيع التحالف اذا وجد اذا اراد ان تبدا التعافي ان يطبق برنامج التعافي كان يفترض ان يتم تطبيق برنامج التعافي واعاده الاعمار الذي تحدثنا عنه ما, في هو, ما هو المضمون هذا انا تحدثت وقلت لك انه نعم هذا البرنامج 6 مليار و400 وهو مقسم بشكل تفصيلي وقاموا فيه خبراء وهو مقنع تماما نعم يعني ربما إذا, إذا بدأ, مليار إذا بدأ فقط للرواتب اذا بدا اذا بدا البرنامج التعافي في التنفيذ اللي هي اعاده الاعمار وايضا برنامج التعافي اللي هو دعم المجالات الملحة يعني من أجل المريض الآن في حالة صعبة جدا أنت الآن تعطيه مهدئة وبعد ذلك تعطيه أدوية مقويات وإلى آخره حتى يستطيع أن يبدأ الإعمار التعافي, يعني التعافي ألا تجد أنها قفزة على يعني أن نطالب ببرنامج التعافي وقبل أن نطالب بالسماح للحكومة باستثمار مواردها وإعادة تصدير النفط وفتح المجال هو أمام استثمار الموارد, الموارد والمطار... الحكومة استثمار موارد الحكومة هي ليست كبيرة بالمناسبة يعني نحن الان في حدود 150 مليون 150 الف برميل يتم تصدير نفط اللي باقي معنا يعني نحن وضعنا صعب اصلا 150 الف برميل والان يتم تصدير حوالي 35 يعني ليست كبيره ولن تغطي حتى لو تم ست تصدير ست يعني تصدير الغاز وتصدير النفط وانا اقول لك انه في اسباب كثيره يعني حضرموت كانوا يريدوا 50% كان احمد سعيد بن بريك رافض اي عمل الا اذا حصل على 50% الرئيس قال 20% لهذا الموت رفضنا وحاولنا حتى نتوسط شخصيا انه يا يلا 30% ما يعني في دربكات كثيره مش فقط التحالف يعني نحن نعتقد أن التحالف هو الذي يوقف لا مش فقط التحالف في اسباب ايضا محليه حضرموت كانت تريد 50% من من ايرادات النفط، شبوه تريد النفط كله ايرادات لها، مأرب مش راضيه ويمكن انها تصدر الغاز الى شبوه بحيث انه يروح، يعني في تعقيدات داخليه لا يتم الحديث عنها ونحملها للامارات والدول، لكن فوق هذا اقول انه من يمنع التصدير في الاخير ايضا يعني الاستفاده او محاوله الاستفاده من القرارات الدوليه وانتم في حصار اقتصادي ويمنع عليكم التصدير يعني يتم الاستفاده لكن في تعقيدات كثيره مش فقط الموضوع موضوع الامارات موضوع السعوديه لكن الا تجد دكتور يعني انه ايضا مساله ان البلد في حرب يعني فتحت اقتصاد للحرب سيء للغاية كثير من المتنفذين يعني يستفيدوا من هذا الاقتصاد وربما لا يريدوا لهذه الحرب أن تنتهي لأن مواردهم ستجف منفذ الوديعة لا يتم استخدامه بطريقة صحيحة بعض الموارد لا تدخل إلى البنك يعني دخلنا في كلام سياسي كبير بيزعلوا بعض الناس من يزعلوا هذا يزعلوا يعني الحين همنا رضاهم لو هم همهم بالشعب لا يعني بتصلحي لي مشاكل الآن لا أنا ما أتخش عليك أنه يحصل لك مشاكل بس يعني في نهاية الأمر هذا تسيطر على ايراداتها بالكامل لا. بينما تطالب انه الجنود اللي موجودين يعني يتم و... ان يتم من عدن ويتم صرف لهم 32 مليار وعملياً عمليا اللي موجودين في الجبهات تحصل اللواء 3000 وهو الموجود 500 م... تم تشكيل الجيش في مأرب هو اكبر فساد الان واقول لك بصريح العباره، اكبر فساد موجود الان هو في الجيش وفي الاجهزه الامنيه فتح... وفي الاجهزه الامنيه السبب الاساسي الان وانا اقول لك وانا كنت واحد من عارفين انه الجيش يرفضون ان يستلموا الموظفين رواتبهم من عن طريق البنوك او عن طريق الصرافين يرفضون ولما جينا نتناقش معهم كنت انا يخبر. وكنت انا جالس مع زمام مع كثيرين من الجيش قالوا في عدن في عدن مثلا قالوا لدينا 47 الف شخص ليس لديهم بطائق مش معقول هذا انا اعرف انه في عدن ما في واحد ما في معه بطائق هو الحقيقة أنه لديهم 47 ألف وهمي وبالتالي لو جاء عبر البنك يستلم نحن بنصلح له وثيقة وبنكتب على اسمه واسم أمه واسم أبوه وبصمته وده ما يقدر وهذا ربما ينطبق على مأرب وهذا أيضا أيوة. الوضع الفساد هو أنه بني الجيش في مأرب أنا بقول لك لأنه الأكبر مأرب أكبر 200 ألف بني الجيش من أجل محاربة الفقر وليس من أجل تحرير صنعاء يعني, يعني كل الأسباب الأسباب إنسانية. طيب ناس يعني طيب يعني انا يا ريت يعني والله هم 100 المي... يعني لا... لو هم 200 الف فعلا بيستلموا بنقول يلا 200 الف جندي يستلموا ما في مشكله لكن يعني. ال 200 الف فعليا هل هم فعلا 200 الف او مسجلين بعدد اكبر؟ هم مسجلين هم... في هذا الحدود ولكن الفعليين الفعليين عدد قليل جدا يتغير العدد يوم يطلعوا 500 مثلا من ال 3000 من اللواء يوم يطلعوا 1000 س... يوم يطلعوا يعني تتغير يعني الجيش تم تاسيسه على بالمناسبه نحن لا نريد جيش في اليمن نحن يكفينا ويجب ان لا يكون هناك جيش لانه سيكون خطر على المملكه العربيه السعوديه وعلى العالم وعلى الدول الجوار. ونظل دوله بلا ونحن جيش ونحن يكفينا ان نكون يعني امن مركزي او جيش ضعيف. يعني نحن لسنا بحاجة, لسنا بحاجه الى يعني جيش هذا ما يرد له ما يتم التخطيط له يعني لسنا بحاجه الى جيش يستهلك 40 50% من ميزانيتنا، ما فيش معنا موارد. وبالتالي الجيش يعني الجيش بما يتناسب مع إمكانات آه نحن في مؤتمر الحوار نعم. في مؤتمر الحوار اتفقنا على أن نبني جيش جديد بمهام جديدة هذا اتفاق كامل مم. بمعنى أن الجيش الحالي الذي فيها في حدود 700 ألف أو 800 ألف موظف الآن وزارة الداخلية كان فيها 186 ألف والفعليين لا يتجاوزوا 70 ألف يعني غربلت, والأسماء, غربلت والأسماء, الأسماء الموجودة والأسماء الموجودة والأسماء الموجودة كان يتم في وزارة الداخلية يتم وضع رواتبهم هي أسماء وهمية وعرفوا أنها وهمية نعم. يتم وضع رواتبهم في صندوق يتم الصرف منه على قادة ال... الألوية يعني أهل. لا مش <applause> على وأيضا على البترول وعلى النفقات الأخرى لماذا؟ وهنا لأن فاتح. الجيش لأن الجيش والشرطة والأمن لا يستلمون مخصصات مخصصات تشغيلية نعم. وبالتالي هم يستخدمون اسماء وهميه من اجل ال 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 انتهى يعني انت الوقت ولم ينتهي يعني دخلتينا يعني في موضوع ولم ينتهي حديثنا <applause> معك ولا يعني المعرفه الكامله بالوضع الاقتصادي بالبلد شكرا جزيلا آه لك دكتور محمد آه حسين حلبوب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي اليمني كنت معنا ضيفا عزيزا في المساء اليمني شكرا, شكرا جزيلا لكم وارجو ان تخففوا شويه على الشرعيه لانكم تظلموها بشكل <applause> غير احنا عادي احنا نقف مع المواطن تظلمون الشرعيه ولو تعرفون انه الشرعيه او الرئيس عبد منصور هو الذي لديه المخطط الذي سوف يوصلنا الى نحن نحن الان. نحن ربما من اوائل القنوات التي كنا مع الشرعيه وما زلنا مع الشرعيه بمفهومها الحقيقي لا الفساد الحاصل حاليا نحن معكم ونحن في مع صوت ولكن نعم ما نحن مع الانسان أولا واخيرا الانسان اليمني شكرا جزيلا لك دكتور وشكرا ايضا شكراً لكم مشاهدينا لكم وشكرا على المساحه شكراً الواسعه من من الراي والراي الاخر واتمنى ان نكون وفقنا في توصيل شيئا ما شكرا جزيلا لك دكتور وشكرا لكم مشاهدينا الكرام الى ان نلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا الله وامنه